مشاهدينا الاعزاء، مشاهدي قناه امو شانل، السلام عليكم ورحمه الله. اليوم حابب اعمل لكم تصوير داخل المدينه، ان شاء الله نقدر نصور. بس المراكب الضخمه، بسم الله، على الله ما يحصل لنا مشكله. اخواننا الاعزاء، مينا خالد يعتبر في قلب المدينة، وهو المنع الرائد من موانئ المنطقة، ويعتبر الأول يا إخوان في عمليات شحن وتفريغ حاويات، والأول في عمليات محملة على عربات اللي هي يعني بواخر تحمل السيارات الواضحة أو أكثر شموليا على عربات من وإلى السفن وإلى التجارة الحرة اللي بتتم في هذا المنطقة. ويرتبط المينا خالد بعدد من الطرق المتعدده والممرات مع كافه ارجاء الامارات، وهذا يسهل عمليه الوصول اليها وبتكاليف معقوله حين نقل البضاعه من المينا الى مقاصدها في النهايه في اي مكان في دوله الامارات العربيه، يتم بمنتهى السهوله والاريحيه وبدون اي عواقب او مشاكل او لا سمح الله. يحتوي مينا خالد على عده ارصفه وتقريب 21 رصيف متخصصة للشحن العام والبضائع المجمدة والسائلة والحاويات والنفط وخدمات الإسناد البحري والزيوت وبعض المنتجات النفطية، وتخدمها مجموعة من مرافق الشحن متنوعة ومخزنين مبردين بالقرب من الأرصفة ومستودعات جمركية، كما تتوفر خدمات النقل داخل الميناء. هاي السيارة غريبة ده يا هاتسو، طبعا ماركات مختلفة تماما عن اللي نعرفها في السوق العربي والخليجي. شكلهم جميل يا اخي، ما شاء الله. تعال نشوف في لوت هنا سيارات لسه نازل، تعال نتفرج عليه. هاي العمال داخل المراكب، هيميكا فيديو فيديو واحد صورة. One minute. حياكم الله متابعي قناة آمو شانل، أهلا وسهلا بكم. اليوم حابب أتكلم عن إمارة الشارقة. الشارقة هي إمارة من الإمارات السبعة لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتطل على الخليج العربي من الغرب وخليج عمان من الشرق، غير أن الإمارة لها حدود مع كافة الإمارات الأخرى، وتبعد تقريبا عن دبي مسافة 15 دقيقة، أي تقريبا 15 كيلو متر، وتمتدها من خلالها شبكة متطورة جدا من الطرق، وتبعد عن أبو ظبي مسافة 90 دقيقة، وهذا ما يعادل تقريبا 200 كيلو متر ومسافة 185 عن دبي. وتعتبر الشارقة نقطة تجارية طبعا معروفة جدا بفضل موقعها الاستراتيجي بين الشرق والغرب ومنذ قرون مضى. وتعتبر الشارقة ميناء بحريا مهما جدا للتجارة في منطقة الخليج. ولدى الشارقة اليوم أحدث الموانئ اللي هنتكلم عنها، وهذا موضوع حلقتنا، موانئ الشارقة، أو بالتحديد خلينا يعني نتكلم عن الموانئ البحرية أو الميناء البحري، وده يعتبر من أهم الموانئ طبعا. زي ما أنتم شايفين أمامكم كمية التجارة اللي بتتم وال سفن الراسية على الموانئ، طبعا ما اقدرش اخش للداخل كمان اكتر من كده عشان حدود امن يعني امنيا. تعتبر الشارقة من اكبر محاور الشحن في العالم، وهي من المراكز التجارية الرئيسية في الشرق الاوسط التي تتمتع بمصادر طبيعية وبيئية، وتتجه اعداد كبيرة جدا من المستثمرين للشارقة بسبب توفير مناطقها
الحرة والتي تمثل أهم أماكن وجود العديد من المزايا الضريبية الأخرى. هذه كانت البداية أو نبذة مختصرة عن عمارة الشارقة ونوعانية. خلينا نكمل معنا في الروبورتاج أو البلوج بتاعنا. سمير يبقى سمير. مشاهدينا الاعزاء خلينا نكمل. اخذنا صوره للشباب على ظهر المركب حسب رغبتهم. ده اللوت الغريب جدا، ماركه من تويوتا اسمها او برانس سيارات زي البرادو او كامري فوكسي. ده نوع اول مره اشوفه صراحه. خلينا اعمل سيرش عنه عن جوجل واكلمكم عنه. هذا شكل السياره من جوه، مش عارف اذا كان هتبقى واضحه لكم ولا لا. ودي شكل سيارة تانية. برضو نفس السيارة لون تاني. ودي نفس تقليد الكامري الستيشن، شكلها غريب بس شكلها جميل برضو. ده لوت نازل للأستاذ أبو أحمد. مبروك عليك. هذا اللوت زي ما أنا سألت الإدارة قالوا لي جاي لليمن. هذه شكل السيارة من الداخل، فيها شاشة تقريبا متركبة تركيب. وهذا هو شكل الجير ونفس شعار التويوتا. هذا شكل السيارة من الداخل. وهذا اللوت بالكامل. في سيارة جاية في الطريق أمامنا. بص ده شكل اللوت كامل نازل من لكم ولا لا. هذا هو كده تقريبا احنا خلصنا. خلينا نكمل مواصل. كان نفسي اصور لكم عملية انزال السيارات من فوق من ظهر المراكب بس للأسف خلصهم يوم تاني ان شاء الله. السلام عليكم. دول الشباب الجمال. Good job. Good luck. هي دي اللي انا بقول لك عليها، بوكسي ماركه اول مره اشوفها صراحه. هذا هو شكل العربيه عامله زي الفان كده. هذا في سياره تانية برضو من تويوتا اسمها برو بوكس. وده برضو نفس الداي هاتسو انا نسيت اسمها بس مشهوره جدا. هذا الماركه قديمه او الشكل هذا القديم. هذا كان من دايهاتسو ما متذكرها بس او ده بيقلد الراف فور. الراف فور القديم هذا 2002. هذا دايهاتسو نفس برضو الشكل قريب جدا قريب جدا. هذه السيارات ودي المراكب زي ما لبختكم.
حياك الله. السلام عليكم، كيف حالك صديق؟ الحمد لله. هذا صديقنا من باكستان، هو اللي بلغنا بموضوع التصوير. باي. يا ريت اقدر افهم شو بيقولوا ناس طيبة وناس بسيطة وجميلة، اعزهم الله. دي الكورولا بتاعتنا المعروفة، دي مسجلة في الامارات، دي مسجلة في الامارات، خلاص ما في مشكلة. ادي السيارات اللي انا بتكلم عليها، بص نفسر برضو المرة اللي هي الفوكسي. غريبة جدا، شكلها جميل جدا. حياك الله. الله ما شاء الله، ناس لطيفة. He love camera. Welcome, welcome. Thank you. Thank you. وخلينا برضو نلفت النظر على هذا الشيء، إن منذ إنشاء شهد المينا تطور كبير جدا صراحة، واتسم بموضوعية، ودايما في تحديث مستمر صراحة للخدمات التي يقدمها في الحفاظ على الوقت و كافة عمليات الإسراع في إنجاز المعاملات، وفي مكان ما شاء الله ضخمة زي ما انتم شايفين أمامكم أخواني. ما هطول عليكم، خلينا نستمتع مع الشباب ونعمل جولة داخل المينا. بص السيارات اللي نزلوها اهي، وهناك بتتحط كل السيارات، ودي الجمارك هناك. شكرا لكم، وما تنسوش التعليقات، واهلا بكم في أمد شانل دايما، ان شاء الله مستمتعين معنا. السلام عليكم ورحمه الله. شكرا لكم، شكرا لكم، شكرا لكم، أمد شانل.